طبعا يعني ما عرفتش انام الليل، كل شويه اغمض عيني اصحى، اغمض عيني اصحى، اغمض عيني اصحى، يعني ما بعرفش كيف نمت هذه الليله. تمام، ايش رسالتك للعالم؟ انا بدي احكي عن بلدي وبدي احكي ايش حاحكي. انت نفسك ترجعي لبيتك؟ انا بلد الجيه وحضلني على ارض صامده لاخر نقطه دم في روحي لاخر نفس فيا، لما يعني خلص هيك يبطل فيا نفس انا خنق اموت، بعديها بندفن حتى في ارضي، بندفن تحت الزراعه في ارضي، بدي انزرع. انا ما بدك تسيبي ارضك بالمره بالمره، رغم انك هلا كثير بردانه ويمكن جوعانه وما في ادويه والوضع صعب، برضه مش حتطلعي؟ برضه مش حطلع، حضلنا صامدين. هالقد بتحبي فلسطين؟ هالقد، اطفال فلسطين ما بتخلوش عنها. هذا كلام طفله حاسه بالبرد والجوع، يا شعوب يا عربيه ويا اسلاميه ويا دوليه ويا احتلال، هذه طفله انت جوعتها ودمرت بيتها، بتقول لك انا دمي فلسطيني صح؟ وبوصل رساله لنتنياهو ولعدوينه كمان، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، وراح نعلمكم الادب زي ما انتوا كنتوا هلا بتخلونا نبرد وما تخلوا وتهدموا بيوتنا، احنا حنوريكم نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت او لن نظن انها النهايه، سنقابل الجيل القادم والاجيال القادمه، تقف معهم بريطانيا وايطاليا، تقف معهم قوه الارض، نحن يقف معنا الله الجبار الملك القدوس السلام الرحمن المؤمن القوي، نحن معنا الله. لما طلعتي من البيت بتعرفي اشي عن البيت هلا؟ بتعرفي انه اذا موجود او تدمر؟ بعرف انه انقصف، وبعرف كمان انه انهدم، لانه انا سبت كل العابي هناك وحرجع وحبني خيمه فوق الردم والحجر والرمل، حبني اكبر خيمه، وقف قدام اليهود هيك وارفع علم فلسطين. الله عليكي. طب انت في المدرسه باي صف؟ انا بصف ثالث. بتعرفي انه دمروا المدارس هنا؟ بعرف انه دمروا مدرستي وبنات صفي كلهم ماتوا، راحوا عند الله شهداء.